كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أكدوا على الحضور في هذه الدورة، الدورة الاستثنائية، وكما يعلم الجميع أن تم تغيير برنامج المهرجان في يومي فقط، يعني يومي تم تغيير ديال واحد العمل ديال 6 شهور. كان من المفروض أن يتم قراءة بيان توضيحي، لكن ارتأينا في إدارة المهرجان أن نؤجل هذا البيان للحفل الختامي حتى يتم صياغته بطريقة تليق بنا نحن كالمغاربة. أنا غادي ندهوج دابا، أنا تمنيت تشوفوا هادشي اللي كنشوفوا أنا دابا. ما كنتش كنتوقع أن واحد النهار ملي غادي نقولوا يأتي الوطن أولا غادي نجبروا القاعة ديال تكنو بارك مهرجان ديال الشعر بهذا الحجم هذا. لهذا حاضرين معنا هنا أساتذة رجال التعليم كنقصد، خصهم يفتخروا لأن احنا كنا عندهم في القسم، ولأن هاد الناس هادو هما اللي ربونا على حب هاد الوطن. هاد الدورة هادي كتحتفي بالصحراء المغربية تحت شعار على ألق شعر يلتحم الوطن. كيف ما كيعرف الجميع وكيف ما تبعوا معنا المتتبعين ديال المهرجان في الفيسبوك او في الندوه الصحفيه، ان تم تغيير ديال البرنامج ديال المهرجان في يومي، فكنا مضطرين ان نحتفي بالصحراء وبالوطن. الاهميه ديال هذه الدوره هذه، وخصوصا انها جاءت بعد الجائحه مباشره بعد التجربه ديال الدوره الافتراضيه، الأهمية ديال هذه الدورة بالضبط اللي هي الصحراء المغربية، هو إرسال رسائل لكل من يشكك في الوطن وفي وطنية المواطن المغربي من الداخل أو من الخارج، لأن المغاربة هم كلهم يتحدون على القضية الوطنية. ممكن أن نختلف من الداخل لكن على الوطن لا نختلف، هذا هو الهدف الرئيسي لهذه الدورة. شيء آخر وهو أننا في هذه الدورة ستعرف فقرات عديدة قراءة شعرية للعديد من الشعراء الأجانب والعرب والمغاربة طبعا، اللي أكدوا على الحضور ديالهم في هذه النسخة هذه اللي كتعبير صداقة وحب للمغرب والمغاربة وعلى وحدة المغرب. وشكرا لكم. نسيرة أمة وشعب أولاد وبنته، شعر حاسم محب والغادي سعدته. نسيرة أمة وشعب أولاد وبنته، شعر حاسم محب والغادي سعدته. صحراء 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 مغربية. من أجلك يا بلادي، يا مغربنا العظيم، يا جنة النعيم، يا أرض السلام وعلى الباغي جحيم، يا مغرب الأحرار والعز والانتصار، إحنا جنودك يا مغرب حتى في وسط النار. صوت المغرب ده صوتي، حب وفرض وصلاة، كنموت عليك يا بلادي يا أغلى من الحياة. أنا ابن النيل يا مغرب ومصر مسقط رأسي أبدا فلا تستغرب. أنا سعيد بزيارة المملكة المغربية، وسعيد بزيارة مدينة طنجة العالية الغالية المحروسة بإذن الله يا رب العالمين. ومهرجان طنجة الدولي للشعر، يعني الدورة التاسعة أثبت وجوده، يعني بقى مهرجان قومي، يعني مهرجان مهم جدا بالنسبة للمغاربة. وفي منتهى السعادة أننا أشارك أصدقاء الشعراء وأن احنا نقول حاجة عن المغرب، وكمان الدورة دي دورة متميزة بمناسبة يعني الصحراء المغربية ومناسبة عيد الاستقلال، فيعني هنقول إن شاء الله حاجات تخص المغرب كتير جدا. العلاقة يعني علاقة رائعة جدا بين مصر والمغرب، علاقة روحية طويلة جدا بتمتد لآلاف السنين، والمصريين والمغاربة يعني دائما في كل المناسبات، يعني يكفي أن نقول لك أن المغرب شاركت في حرب 73 جنبا إلى جنب مع مصر، فالمغرب يعني نكن لهم في مصر كل احترام والتقدير، وعلاقة روحية ممتدة إلى ما قبل الميلاد. حفظك الله.